السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صوص كراميل. انا عندي كاسرولة على النار، حطيت فيها كوباية سكر، معانا كوبايتين، معايا معلقتين نشا، معايا 4 معالق لبن بودرة، ومعايا 50 جرام زبدة، ومعايا كوباية لبن سخنة. لازم تكون سخنة يا بنات. كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا النار بتاعتي متوسطة اهي، حطيت السكر هيكرمل. هروح دلوقتي ادوب في ربع كوباية مية معلقتين النشا دول، وارجع لكم نشوف هنعمل صوص الكراميل بأسهل وأبسط طريقة ممكن تتخيلي. يا حبايب قلبي، دوبت معلقتين النشا اهو في شوية مية، ربع كوباية مية. هقول المقادير تاني: معلقتين النشا مدوبين في ربع كوباية مية، معايا هنا كان كوباية سكر حطيتها على البوتاجاز، ومعانا 4 معالق لبن بودرة، ومعانا 50 جرام زبدة، ومعايا كوباية حليب مغلية. خلاص، بعد ما دوبت كده هنسيبها من الدوبة دي، هنحطها، هنحتاجها في الآخر خالص. هنشوف ايه السكر عمل ايه. لسه اهو، سيبه براحته خالص، مش هقلبه دلوقتي خالص لحد بس ما ايه يسيح كده من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة يا بنات ما يتحرقش منك، عشان ده لو مرجر مش هينفع تعرفي تعالجيه. هسيبه بقى لحد ما يسيح وارجع اشوف نعمل ايه مع بعض. بص حبايب قلبي كده، شايفين؟ هفضل بقى اقلب فيه لحد ما مبقاش فيه كلاكيع خالص. حبايب قلبي، هحط شوية اللبن البودر دول على كوباية الحليب، وخليهم يخلي البودر ده يدوب فيها خالص، وارجع لكم. بص حبايب قلبي، انا هدوب بقى كده كويس قوي اللبن البودر كده، انا عايزاه يدوب خالص، ما يكونش له اي اصل. عايز تستغني عن اللبن بودر بلاش، بس انا بفضله في الطريقه دي، اللي بقى بيدي الصوص كده قوام حلو. وهعمل معاكم ان شاء الله في فيديو تاني الكراميل اللي احنا بنحشي بيه، ممكن تحشي بيه اي حاجه، هعمله برده معاكم وهيعجبك قوي. بص بقى حبايب قلبي كده الكراميل بتاعي، شايفين كده؟ اقربكم الكاميرا، بصوا كده، انا عايزاه كده. في اللحظة دي هنزل بقى بقطعة الزبدة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقلب. هي السخونة هتدوبها، بسم الله الرحمن الرحيم، أقلب كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما هتدوب قطعة الزبدة هنزل باللبن اللي احنا مدوبين فيه، اللبن البودر. احلى واسرع صوص ممكن تعملوا بيه اي حاجه، تزوقوا بيه تورته، تحشوا بيه اي حاجه، التقل ده حسب ما انت تحبي. هحط كوبايه اللبن وارجع لكم. حبيبه قلبي، اول ما هتنزلي اللبن هيفور معاكي، عشان كده بفضل ان انا عامله كميه صغيره، بعمل سمك الحاله اللي هعمل فيها تكون كبير، هتلاقيه كلكع معاكي شويه، هتضلك تقلبي فيه كده على نار هاديه خالص لحد ما هيفك معاكي. انا هدني اقلب كده لحد ما هيتقل، واخر حاجة هنزل بيها معلقتين النشا اللي مدوبان في مية. بس انا هوريكم كده، انا عايزاه يفك من بعض خالص، ميكونش في اي تكتلات. بعد كده هنزل بمعلقتين النشا، هقلبه كويس وارجع لكم. بصوا حبايب قلبي اهو، شايفين؟ هحط بقى معلقتين النشا وارجع لكم. بص بقى حبايب قلبي اهو، حطيت ذرة ملح صغيرة خالص عشان تعادل الطعم، لازم تحطوا ذرة الملح دي يا بنات. خلاص كده اوطي النار عليه خالص واقلب كويس قوي. انا عايزاه بالسمك كده لانه لسه هيتقل، فخلاص بصوا كده. بس هسيبه بقى، هعبيه في اي صوصيه عندك وخليه بقى ايه، انا شايفه ان هو كده حلو جدا، فانا هقفل عليه وهو بالسمك كده، هحطه بقى في الصوصيه هنا هوريه لكم. بصوا بقى حبايب قلبي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي 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 الجمال بقى، بصي احلى صوص واسرع حاجه ممكن تعملوها، تحفه. لسه كمان لما هيتقل تزوقي بيه بقى التورت اي حاجه، ده مش اللي هو الطوفي بتاع الحشو يا بنات،
بتاع الحشو هعمله معاكم في فيديو تاني ان شاء الله. نمسح بس كده، نغطي بقى عشان سخنة جدا. بصوا، وتخليها عندك بقى ايه، تحطي بقى منها في حاجة تكون سوسيرة كده، انا مش عارفة اقفلها عشان هي سخنة جدا اهو، وتفتحي كده وتصبي بقى على اي حاجة انت عايزة تعمليها. اتمنى الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.